إن مؤتمري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المجتمعين اليوم 2 مارس 2019 في القصر الدولي للمؤتمرات المرابطون يثمنون مواقف الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية الحكيمة في تصديهم للعدوان الصهيوني المستمر على أرضهم الطاهرة، حيث لا يزال ذلك الكيان يستبيح سيادة الشعب الفلسطيني الأبي ويمنعه من حقوقه المتمثلة في تحقيق المصير والعودة وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. ولذلك فإننا وباسم منتسبي حزبنا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نؤكد على مساندتنا ودعمنا الثابت للحقوق الوطنية الفلسطينية، ونهيب بأحرار العالم للوقوف مع الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه المغتصبة.